عاد إلى البلاد وفد منتخب الكويت للملاكمة بعد أن شارك في البطولة الآسيوية 13 والتي أقيمت في دبي من 21 مايو إلى 1 يونيو الجاري، وبمشاركة 150 لاعبا يمثلون 17 منتخبا آسيوي. وقد حقق لاعب منتخبي الوطني عبد الرحمن العنزي برونزية الوزن فوق الثقيل، وهو العربي الوحيد الذي حصل على ميدالية في البطولة. وفي أول مشاركة نسائية دولية للكويت في لعبة الملاكمة، استطاعت اللاعبة نورة المطيري تحقيق برونزية الوزن الخفيف. وكان في استقبال الوفد رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسي العنزي وأعضاء مجلس الإدارة. الحمد لله كانت مشاركة جدا قوية، تعتبر بطولة آسيا هذه المحطة الأخيرة لأولمبياد طوكيو. قدموا أداء جيد، ظهرنا في مظهر يعني ممتاز. تدري رغم بعد انقطاع 20 سنة عن منصات التتويج، عادت الكويت يعني من بوابة عبد الرحمن العنزي ومن أختنا نورة المطيري، ومن خلال تلفزيونكم نقدم لها تعازينا بوفاة والدتها. بعد ما لعبت البطولة سمعنا في نبأ وفاة والدتها ورجعت للكويت، والحمد لله، وكانت مشاركة جدا إيجابية للمستقبل إن شاء الله. والله أول شيء عسى الله يبارك فيك، والله يطول لي عمرك. والله الحمد لله على قولتهم منافسة كانت، يعني عارف أنت بطولة آسيا يعني بطولة قوية من أقوى البطولات، والحمد لله على قولتهم حققنا على قولتهم ميداليتين، واحدة نسائية وعبد الرحمن تايسون بطل الكويت، ولله الحمد. شاركنا بالبطولة وكان ودي أني أخذ الذهب، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، طلعت الثالث وأول عربي وياخذ يعني ميدالية بالبطولة، وإن شاء الله بإذن الله الجايات راح تكون أحسن بإذن الله، ما راح أرد إلا بالذهب بإذن الله. طبعا دائما آسيا تتفوق بالملاكمة، يعني أغلب الملاكمين بآسيا يكونون أبطال عالم، والحمد لله شاركنا وأدى المنتخب الكويتي أداء طيب وطلعنا ميداليتين برونزيتين كمشاركة، يعني ما نقول لك إن من الدول المنافسة بآسيا، بس إن شاء الله مع الاجتهاد والتمرين إن شاء الله إن نكون من المنافسين بهالدول هذه إن شاء الله. رغم جائحة كورونا وقلة الاستعدادات، إلا أن أبطال الكويت في لعبة الملاكمة والألعاب الفردية الأخرى يثبتون جدارتهم وتميزهم في المحافل الدولية. سالم ملالة لقناة كويت سبورت.